لا يفوتني في هذه أو في هذا المقام أن أنوه بما ساهم ويساهم به المرقي العقاري باعتباره شريكا وطنيا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولقد تجسدت هذه الشراكة من خلال مشاركة المرقي في تشييد الآلاف من السكنات بمختلف الصيغ والأنماط سواء في المدن الكبرى أو في المناطق الريفية والنائية، مما ساهم بشكل كبير في تحسين ظروف حياة المواطن والقضاء على ظاهرة السكن الغير لائق التي كانت تعاني منها أجيال سابقة، لتأكيد السلطات العمومية التزامها الراسخ لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في توفير سكن لائق لجميع الجزائريين، وذلك من خلال الحرص على إنجاز البرامج السكنية بجميع السياق.